عبد الرزاق حبس 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 ما قتنيش انا حليم يا عبد الرزاق. كاين يا خويا هذه ما تنباش هذه خويا عبد الرزاق، هذه هديه للمتابعين تاع اساس ثقه. هذه 2021 سير على بركه الله. بسم الله بسم الله. ها ليكم خوتي، قرب 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 يفرحوا معنا. يلا 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 على بسم الله بسم الله. اقرا 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 اسيل بابيه خلينا لا نقراو الاسم صحيح. شو الاسم صحيح؟ سيدي بالعباس. وران سيدي بالعباس. السلام عليكم خاوتنا، نظن راكم عرفتوا ورانا رايحين اليوم، رانا متجهين الى الناس الغرب، تحديدا الى وليد بلعباس اللي معروفين بالكرم والجود ديالهم خاوتنا، وين فازت معنا الاخت اسيل بالهديه ديالها اللي راح نوصلوا لها حتى الباب الدار خاوتنا. ابقوا معنا وتابعونا حتى الله في ترى فيديو وتزيدوا تيكوفريو معنا كيفاش جوزنا هذه الرحله. السلام عليكم متابعين تاعو، احنا رانا دوكا في الشحن تاع غرفه النوم اللي فازت بها الاخت من بلعباس. في المكان بالضبط خونا عبد الحق وين؟ خوتنا بالضبط في مكان بلدية مولاي سليسن في بلعباس، الخوتنا اللي فازت معنا بالشوم دونفو تاعها، ونقولوا لها كل شيء بالبركة عليك ورانا مع الشحن تاعنا وتابعونا. تابعونا خوتنا خوتنا، أنا رايحين حتى للمكان تاعها حتى للبيت تاعها ونمنطيولها الغرفة تاعها اللي استفادت منها في المسابقة التي درناها وبالبركة عليها. كما سبق وشفتوا خاوتنا كان معنا الأخ بلال المشرف على المخزن الرئيسي تأتات الثقة، وبعد ما شرجنا الهدية ديالنا رانا متوجهين لولاية بلعباس، وكما تعرفوا من مدينة التباز لمدينة بلعباس راح نستغرقوا حوالي 1-5 سوايع، وكما راكم تشوفوا كانت الانطلاقة ديالنا على 4:30 صباحا، وكما تعرفوا مدينة القليعة المعروفة بالطابع الأندلسي في البنايات ديالها. هذه هي خاوتنا ونزيدو نخليكم كلمة مع الأخ حليم. للغرب وهران بلعباس، واش تقول اخويا كريمه؟ مرحبا بكم خاوتنا في اساس ثقه، ورانا شارجينا السلعه تاع خاوتنا تاع الفز معنا تاع بلعباس ومستفد معنا في وهران، ورانا رايحين نطلق السلامه ان شاء الله. ومن هنا كانت الانطلاقه ديالنا من مدينه القليعه الى ولايه بلعباس خاوتنا. كما راكم تشوفوا رانا دخلنا في الطروت، كان تقريبا 10:30 صباحا، الحال كان بزاف شباب خاوتي، يعني كالاخت اسيل اللي كانت تستنى فينا فارغ الصبر باش نلحقوا لها الهديه تاعها بخير ولا خير باذن الله. يعني خاوتنا بقاو معنا ما تزابيوش باش نوفوكم باكثر تفاصيل وريحوا معنا خاوتي خواتاتي. هاي هي الرحله ولحقنا المدينة وهران، وان شاء الله راح ندخل بلعباس باش نشوفوا الهديه تاع تاع الاخت اللي شادت معنا بالهديه، وان شاء الله راح تشوفوا الاتصال معها كيما حيكون، وعطونا رايكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي، بعد ما قلنا لكم كي دخلنا بلعباس ودوكا انا دخلنا بلديه مولاي سنيسن في ولايه بلعباس خوتنا، وراح نمدوا الهديه تاع الاخت اللي استفادت معنا، ودوكا راح نتصلوا بها ان شاء الله وعلى المباشر. الاخت بوجلال رانا دخلنا رانا دخلنا مازال واش لا ستاسيون تاع بوبا ايسونس. واش تقول لنا؟ واش تقول لي أنت الثقة؟ تقول لهم يعطيكم الصحة اللي جبتوا لي هذه الهدية وفرحت بها بزاف. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كما عودناكم أنت الثقة دائما في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة. خوتنا كما وريكم الفيديو تاعنا في القليعة، دوك لحقنا وكتب ربي هذا من فضل ربي على كل حال، لحقنا عند الأخت بوجلال ولاية بلعباس. والحاج راه معانا هنا على المباشر والهديه تاعو اي لحقت عين المكان خاوتنا وراقبونا، ان شاء الله راح تشوفوا الهديه تاعها كيفاش نمونطيوها، وعطونا رايكم انت الثقه راهي في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. خاوتنا ابقوا معنا ديشارجيو السلعه. هذه هي خاوتنا كما راكم تشوفوا، رانا لحقنا بخير ولا خير والحمد لله، لحقنا لمدينه مولاي سليسن اللي متواجده تحديدا في ولايه بلعباس. دوك نبداو نديشارجيو في السلعه ديالنا ونطلعوها باش نركبوها ونخليكم عمليه التركيب خاوتنا. خوتي خواتاتي، بعد ما شفتوا كي لحقنا ودرنا لا ديساج تاعنا راح نمونطيو الاسين ان شاء الله باش تفرح فيها، وها خويا يزيد يقول لكم كلمه. خوتنا ريحوا معنا تابعونا نمونطيو الشوم دوفو تاع خوتنا اسيل ونواصلكم بجديد. اسيل واش رايك في اساس الثقه؟
بعد ما شفتوا الغرفه في المحل ديالنا الان وكما وعدكم الاخ عبد الرزاق راح نشوفوها في الغرفه تاع الناس اللي استفادوا منها. ومن هذا المنبر نشكر الاخ عبد الحق اللي جابنا من مسافه بعيده والان راه يقوم بعمليه تركيب الغرفه. خاوتنا الغرفه هذه ديمونديتوها بزاف، صرات عليها ضجه بالديزاين ديالها والتصميم العصري اللي يناسبكم كامل. بقى لي غير نقول لكم بلي هذه الهديه كانت حاجه رمزيه ليكم بسكنتوما تستاهلوا كامل الخير، وهذا كامل بفضل ربي سبحانه وبفضل ديالكم باش نظمنا هذه الهديه. ونقول لكم بلي اللي ما حلفوش الحظ وربح معنا مازلنا ننظم لكم هدايا وتكونوا منا السباقين ان شاء الله. والحجه راهي معنا، واش قولي لها الحجه؟ الله يشد لينا فيكم ويسجلكم وكما كرمتوا ذا المره الله يهنيكم فرحتوها. الله يهنيكم ونسيبوا وليداتنا كاع بخير والله يرجعكم ويطري الشحينه. امين وعيد. وهذا تاك زين. امين وعيد. واش الحجه قايمه؟ حجه قايمه. الله يبارك. ربي يطول لك في عمرك ان شاء الله الحجه قايمه. فريمو كان هذا الاستقبال بزاف مليح الله يبارك، يعني ما شاء الله كنا نسمعوا بالكرم تاع الناس بالعباس، مي مش كيما تعيشها معاهم خويا العزيز. انا بقى لي غير نقول لك في التالي البولك تاعهم بزاف بنين خويا. السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق اثاث ثقه، كيما عودناكم وقلنا لكم بلي الهديه تاع الاخت اسيل تلحق السيدي بالعباس، اللي حقت السيدي بالعباس وهذا من فضل ربي على كل حال اللي لحقنا اليوم وانا في دار اسيل. وراكم تشوفوا على المباشر خوتنا واش نقول لكم من هذا المنبر. نشكر عمال أثاثيقة من كبير للصغير اللي كانوا معنا في الهدايا هذه، ونشكر ثاني الاداره تاعنا وما ننساوش بيان سور خويا عبدو خويا محمد اللي واش نقول لكم سهروا على هذه الهديه ويكثر خيرهم من هذا المنبر. خوتنا واش نقول لكم، أثاثيقة ان شاء الله دائما في خدمه الجزائريين من الشرق للغرب للجنوب للصحراء، وان شاء الله احنا دائما ماشي الهديه الاولى ماشي الهديه الاخيره ان شاء الله. ونذكر ثاني المسؤول الاول اللي دار فينا الثقه ولحقناها لمواليها. واش نقول لكم خوتنا وراكم تشوفوا على المباشر وهو يزيد في الحاج يقول لكم الكلمه. واش تقولنا في أثاثيقة الحاج؟ انتم خدمتوا هذه الخدمه الله هذا التوفيق ان شاء الله راه ليكم، والله يفتح عليكم والله يسجلكم ما راكم تخدموا والله يفتح عليكم فتح الخير. وهذه المره اللي تكرمتوا عليها بهذا الشيء راح تدخل عليها بهذا الشهر بالصحه والهنا والخير باذن الله ان شاء الله. وش رايك في العمال اللي جاوك اليوم؟ العمال نقول بارك الله فيهم. بارك الله فيك. بارك الله فيهم وخدمه زينه وزينه فيها الخير. الله يعطيك الخير. الخير. وانتم الله يعطيكم الخير. امين واياك ان شاء الله. انتم الله يعطيكم الخير. خوتي خواتاتي كما شفتوا الحاج واش قال لكم بالكلمه، وان شاء الله أثاثيقة ان شاء الله دائما تفرح الجزائريين. واش نقول لكم البنت اسيل هذه البراءه هذه ان شاء الله بهذه الشهره تفرح وتزيد تقرا لنا ان شاء الله. اسيل واش قلنا في أثاثيقة؟ الله يعطيك الخير ان شاء الله. وحنا ماذا بينا ان شاء الله أثاثيقة تتمنى لك النجاح وان شاء الله تفوزي في قرايتك وان شاء الله تكبري ونكونوا حنايا سبه لك ان شاء الله. والحاج زيد قول لنا كلمه الاخيره. الخير واش نقول لكم؟ نقول لكم الله يفتح عليكم. امين واياك ان شاء الله. الله يسجلكم ماركم تخدموا. والله يجيب لكم التوفيق يا ربي. في امن ان شاء الله واياكم. تربحوا ان شاء الله. بارك الله فيك. تربحوا ان شاء الله. خوتي خواتاتي ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الجميع. وماشي وانا قلنا لكم ماشي هذه اخر هديه، مازالوا هديات بزاف في محل أثاثيقة. خوتنا وتعرفوا أثاثيقة حنا ان شاء الله تدوا من عندنا غير صحيح. وقلنا لكم بلي الهديه في اخر بوط تكون عند مواليها وكتب الله ورانا عند مواليها. وشوفوا على المباشر خوتنا حاجه منو عرافي خوتنا باش تعرفوا أثاثيقة مبنيه على الصدق وبنينه على صدق، وهذا من كلش من فضل الله سبحانه عز وجل. ونزيد نقول لكم نشكر عمال أثاثيقة من كبير لصغير ونشكر الاداره تاعنا ثاني كذا يوقف عليها، ونشكر المسؤول الاول اللي دار فينا الثقه ولحق لها لمواليها. وراكم تشوفوا على المباشر خوتنا واش نقول لكم؟ الله يجيب لكم التوفيق. امين واياك ان شاء الله. ومن هذا المنبر نقول لكم بعد الكلام سلام. واش رايكم في أثاثيقة؟ هايله هايله في السماء في السماء.